السلام عليكم، كونيتشوا مينا سان، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير وتكونوا بأتم الصحة والعافية. اليوم جبت لكم فيديو جديد بعنوان التحقيق، لكن التحقيق له عدة مجالات، وبموضوعي سأتحدث عن التحقيق البوليسي والكشف عن الجريمة لإثبات المجرم الحقيقي. والمحقق هو كل من عهد إليه القانون بتحري الحقيقة في الحوادث الجنائية وتحقيقها وكشف غوامضها وصولا إلى معرفة الحقيقة الحادث والظروف وملابسات وسبب ارتكابه والتوصل إلى الجاني وجمع الأدلة ضده تمهيدا لمحاكمته. والتحقيق إثبات المسألة وكشف الحقيقة بالأدلة والبراهين حتى يتم الحصول على إجابة واضحة. ولذلك عند حدوث أي جريمة أو حادثة يوجد شيء اسمه تحقيق جنائي لدراسة الحقائق والبحث عن الأدلة وإثبات ذنب المجرم، ويشمل جمع الأدلة والبحث عن الحقيقة وحفظها وغير ذلك. ومع تطور العصر أصبح من السهل الكشف عن البصمات والآثار التي سلكها المجرم والحقائق بواسطة أجهزة. أيضا التحقيق الأولي هي المراحل الأولى للبحث عن الحقيقة وجمع الأدلة من منطقة الحادثة وما يحيطها، ثم يتوصل إلى نتيجة معينة ويكتشف المجرم قبل أن ترفع القضية إلى المحاكمة. ولذلك سيكون محور موضوعنا اليوم عن التحقيق الأولي والتي يتولاها المحققين، والتي تتركز على أساسين وميزتين. الميزة الأولى هي سرية التحقيق، حيث يتم التحقيق بسرية وعدم السماح للجمهور بحضور إجراءاته، ويكون سريا بالنسبة للعامة وعلنيا للخصوم ووكلائهم. والتحقيق السري يكون لازما في بعض الأحيان للوصول إلى الحقيقة، كما أنها ضمانة حيادية حتى لا يتأثر المحقق بالرأي العام، وأيضا يتجنب المحقق الوقوع في الخطأ ويستمر بمعالجة القضية حتى يتوصل للحل. والميزة الثانية سرعة التحقيق، وينطبق عليه أمرين: أولهما إظهار حقيقة الاتهام بسرعة، فلا يبقى المتهم أو المتهمون في اتهامهم طويلا حتى يتم حفظ كرامة وحرية الفرد. ثانيا سرعة التحقيق، يؤدي إلى حماية الأدلة قبل طمسها وإخفائها. وعلى الرغم من وجود هذا الشرط، إلا أن بعض القضايا تستغرق عدة سنوات بسبب إهمال سلطة التحقيق وبسبب غرابة بعض الأدلة يطول التشكيك في الأمر. ويتطلب من التحقيق الأولي السرعة في التحقيق وعدم تغطية الضمانات والأدلة المقررة على المتهم حتى لا يدافع عن نفسه بوسيلة أخرى. التحقيق ليس بالأمر السهل عند نقصان الأدلة، فمثلا عند مشاهدة الأفلام والمسلسلات يكون التحقيق غير عاديا وشاقا، حتى أن المتهم يستخدم حجج ليدافع عن نفسه، وهذا يكون محيرا ومغضبا لدى بعض المحققين. لكن في الأنمي يختلف عن الواقع بطريقة مميزة، وحتى ذكاء المحقق وبراعته في تحليل الجريمة وكشف القاتل يجعل المشاهدة ممتعة، حتى أن بعض المحققين يستطيعون إثبات الدليل من أبسط الأشياء الغير متوقعة. على سبيل المثال شخصية كينجيرو شيبازاكي من أنمي زانكيو نو تيرور. شخصية المحقق شيبازاكي كسول ومنعزل، كما أنه يتردد في العمل ويستلقي على الكرسي، لكن عندما يشعر بأن حياة الناس في خطر سرعان ما يتحول إلى شخص ذكي وبتفكير سريع، حتى أنه يتمكن من حل معظم المشاكل التي تنشأ في المدينة، وأيضا يمتلك خبرة عالية في الألغاز والقضايا، فهو كسول مؤقتا لكن لديه شعور قوي تجاه العدالة. أيضا أحد القضايا التي تولاها هي قضية الانفجار التي حدثت بسبب شخصية 9 و12، حيث أنهم كانوا يضعون لغز في كل موقف قبل أن تنفجر القنبلة حتى أرهبوا سكان المدينة. وفي كل مرة يقوم المحقق شيبازاكي بفك الشفرة ومعرفة موقع القنبلة قبل أن تنفجر، حتى أن المحقق كان يدقق في المقاطع التي ينشروها عبر الإنترنت أكثر من مرة ليكتشف أي خطأ أو دليل يوصله إليهم. فأستمر بذلك. في النهاية، نهاية الأنمي كانت مليئة بشيء من العدل والحزن. على سبيل المثال شخصية دايسوكي كامبي من أنمي فوجو كينجي بالانس انليميتد. دايسوكي كامبي هو محقق ثري ومشهور ويمتلك العديد من المواهب، من بينها التحدث بلغات مختلفة ومن ضمنها العربية، لكن ليس بشكل متقن، ويمتلك مساعدة خاصة متخصصة بالبحث الإلكتروني وتزويده بالمعلومات. أيضا يستخدم ثروته في التحري عن قضية معينة، ويستخدم أثمن الأسلحة والمروحية ليطارد المجرم ويقبض عليه. وفي أحد المرات اشترى سيارة تصل قيمتها ل 300 مليون ين بمليار ين، حتى أنه يصرف فلوسه بشكل سخي، ويمتلك بطاقة بنك أنليميتد غير محدودة. على سبيل المثال رامبو إيدوغاوا من أنمي بونغو ستري دوكس.
يمتلك رامبو حس عالي في الاستنتاج والتوصل للحل، وهذه القدرة تسمح له بمعرفة الحقيقة والتي حدثت في مسرح الجريمة، ويحصل أيضا على معلومات الحادثة مع العثور على الأدلة وأيضا معرفة المجرم. ويعتقد رامبو أن قدرته تتفاعل عن طريق ارتدائه لنظارات حصل عليها من مدير وكالة التحري، ويستطيع رامبو من خلال مهاراته أن يرى سيناريو الحادثة بكل تفاصيلها، وحتى أنه يجمع أبسط وأصغر الأشياء التي ارتبطت بالجريمة وبشكل دقيق يكشف الحقيقة. وفي أحد الحلقات مرت الشرطة بحالة غريبة واستدعت وكالة التحري بعدما اختفى الدليل من حادثة ياماغيوا. في الأخير كشف رامبو على القضية بسهولة. على سبيل المثال شخصية جيمس ويليام مورياتي من أنمي يوكوكونو مورياتي. ويليام هو مدرس رياضيات عبقري ويلقب بمستشار الجريمة، وينتمي إلى طبقة نبيلة حيث أنه تم تبنيه منذ صغره من قبل عائلة نبيلة، فهو يسعى إلى العدل وحل مشكلة الاختلاف في الطبقات الاجتماعية لينهي مشكلة الفقر، ويقوم بحضور القضايا الغامضة والتحقيق فيها، أو أحيانا يصادف قضايا مغلقة ويكتشفها بأسلوبه الخاص. يمتلك المحقق مورياتي منافس أثار اهتمامه ويدعى شارلوك هولمز، ويتنافسان على أول من يصل للحقيقة، لكن في الغالب يتعادلان أو يخفق أحدهما في الاستنتاج. والأنمي طبعا من أفضل الأنميات التي استمتعت بها، لكن نسيت أن أصنفها كأحد أفضل الأنميات التي شاهدتها سنة 2020. ولكن الخبر السعيد أن الأنمي له جزء ثاني قادم في ربيع سنة 2021. حوادث غريبة ومعجزات يصدقوها الكهنة فيؤمنون بأنها من المسيح، سواء كان عقاب أو بشارة. استمر الأمر لفترة، لكن من بين الكهنة ظهر شابين ذكيين يبحثون عن سبب واحد، وهي حقيقة المعجزات. هل هي موجودة؟ هل تحدث حقا؟ لم يقتنعوا بالتفكير وقاموا بزيارة الكنائس التي تتواجد في العالم، وفي كل ليلة تحدث حوادث مختلفة ومرعبة، مثل اختفاء الكاهن الأكبر أو رؤية موت العشرات من الأشخاص لسبب مجهول. فيؤمن الناس بأنه عقاب من المسيح. ازداد غضب روبرت وجوزيف ولم يتحملوا ذلك، فتعمقوا في القضية أكثر حتى يكتشفوا حقيقة ما حدث. وكما لاحظت في الأنمي طريقة تحقيقهم يكون ثنائي، إذا أخطأ الآخر فإن حقيقة الأدلة تختفي. مهمة روبرت هو البحث الإلكتروني، فهو خبير في فك وتحليل الشفرات والوثائق القديمة، وقد عمل لمدة 4 سنوات ليعرف حقيقة معجزة الفاتيكان. أما جوزيف فهو يعمل على التحقيق وسؤال الآخرين، وأيضا يتفحص موقع الحادثة ليبحث عن أي شيء غريب. لكن عندما أصيب روبرت بالمرض صعب التحقيق على جوزيف، واجتهدوا كثيرا لكي يعثروا على الحقيقة. على سبيل المثال توغوموري من أنمي ديتكتيف كونان. كما نعرف منذ بدايته في التحقيق كان توغوموري يستنتج ويخطئ أكثر من مرة حتى يحل غموض الجريمة، لكن استنتاجاته كانت غبية ويتهم بها جميع الحاضرين واحدا تلو الآخر حتى يعجز، ثم يكتشف الجريمة بصعوبة. لكن بفضل تقلص الشخصية سينشي المعروف باسم كونان أصبح توغوموري مشهورا بشكل مستغل من المحقق كونان في جميع القضايا، ودائما ما يصر كونان على مرافقته بأي طريقة. فيبحث كونان عن الدليل ويتفحص مكان الجريمة حتى يصل إلى الحقيقة. رغم أن توغوموري يغضب من ذلك، إلا أن كونان يستعد لتخديره بعد أن يكتشف الحقيقة، ويتحدث من خلفه بنبرة صوته ليحل القضية. فيستيقظ المحقق توغوموري وهو لا يعلم شيئا ويضحك بغرابة وكأنه حل الجريمة. استمر ذلك عدة مرات حتى اشتهر بالمحقق النائم، وتعرض للعديد من المواقف المضحكة. لكن عندما يكون توغوموري جادا في التحقيق ونادرا ما يحدث ذلك، يتفاجأ كونان بذلك ويترك استغلاله لكي يحل القضية بنفسه. على سبيل المثال شخصية شارلوك هولمز من انمي كابو كايتشو شارلوك. في هذه القصة ركز الكاتب على أحد أشهر قضايا شارلوك هولمز، وهي قضية جاك السفاح. وشارلوك هو أحد أشهر المحققين في منطقة كابوكيتشو، حيث تظهر فيها الجرائم
ويقوم شارلوك بحلها لكن بأسلوبه، حيث أنه يتفقد مسرح الجريمة ليعثر على الأدلة. بعدها يجلس لوحده ويقوم بتجسيد الجريمة من خلال تمثيله ليتوصل إلى الحقيقة أثناء حديثه مع نفسه، والبقية يراقبونه أثناء حله للجرائم، ويمتلك أيضا مساعدين في البحث والتتبع. على سبيل المثال شخصية إينوي جوزو من أنمي نوغان سلايف. جوزو هو محقق يمتلك رأس مسدس، وهو من ضمن الذين تم التعديل عليهم جسديا، ويمتلك شخصية قوية، وغالبا ما يكون معرض للمخاطر هو وفريقه. لكن جوزو يمتلك قبضة قوية والسرعة يستطيع بها الإحاطة بأقوى المجرمين، كما أنه يبحث عن الأدلة ويعثر على موقع المجرم لكي يقبض عليه. أيضا لديه قوة تحمل غير عادية ولا يستسلم في مواجهة المجرمين لتحقيق العدالة. أكثر ما يعجبني في شخصية جوزو هو صوته الفخم، حيث أن مؤدي الصوت هو سوابي جوينشي الذي أدى أعمال كثيرة من ضمنها شخصية يامي من أنمي بلاك كلوفر. هذا كل ما كان لدي بخصوص فيديو اليوم، أرجو أن يكون مجهودي قد نال إعجابكم. كان معكم روكورو، والسلام عليكم.